ونستضيف هذه الليلة سعادة السفير عمر مانيس وزير رئاسة الوزراء ليلقي عليكم بيانا هاما حول التطورات الاقتصادية الراهنة في البلاد. مرحبا سعادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. المواطنون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عقد رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية السيد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي والرئيس المناوب السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك سلسلة اجتماعات نهار اليوم مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وذلك للوقوف على سير تنفيذ قرارات الاجتماعات الأخيرة للجنة. ونود أن نفيد بالآتي: تم توفير كافة احتياجات البلاد في القطاعات الحيوية التالية: 1. المحروقات تشمل البنزين والجازولين وغاز الطبخ والفرنس. 2. كما تم تأمين حاجة البلاد من القمح. 3. تم تأمين احتياجات وزارة الطاقة والتعدين لضمان استمرار الإمداد الكهربائي للفترة القادمة بما في ذلك شهر رمضان المعظم. 4. تم توجيه قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لمراقبة ضمان انسياب السلع والمواد الضرورية ومنع أي تسريب وتلاعب فيها، خاصة في نقلها من الميناء إلى داخل البلاد وقنوات التوزيع. 5. استلمت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية شركة سبيكة العاملة في مجال الذهب، وتمت أيلولتها لوزارة المالية والاقتصاد والتخطيط الاقتصادي. 6. لاحظت اللجنة أن بعض ضعاف النفوس يتلاعبون بالوقود وخاصة الجازولين المخصص للصناعات والموسم الزراعي، واتخذت اللجنة تدابير لإنزال العقوبات الرادعة لكل جهة تسول لها نفسها التلاعب بالسلع والمواد التي تمس حياة ومعاش الناس. 7. مواطنون الأعزاء، إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وكافة أجهزة الدولة تقدر وتتفهم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، وخاصة في ظل التدابير المتعلقة بجائحة الكورونا. ونود أن نطمئن مواطنينا بأن اللجنة تبذل قصارى جهدها للوصول لحلول جذرية. 8. تود اللجنة العليا كذلك الإشارة بأن التدابير الصارمة التي اتخذتها اللجنة كفيلة بالخروج من الظروف القاسية التي يعيشها مواطنينا الكرام. أخيرا، لعلكم تذكرون أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كانت قد اتخذت قرارا بإنشاء صندوق سيادي ومحفظة استثمارية إلى جانب السماح للقطاع الخاص العامل في مجالات الصناعة والنقل والتعدين باستيراد احتياجاته من الجازولين، وذلك للمساهمة ضمن تدابير أخرى في خلق الاستقرار الاقتصادي المستدام. السلام عليكم وشكرا جزيلا.